شعب تونسي رمز الوحدة الوطنية، العلم المفدى يظهر لي تحتاج إلى إشارة واضحة، إلى ناقوس إطلاق، ناقوس إنذار والإلحاح بشكل واضح على الحكومة حتى تتحمل مسؤولياتها وحتى تفتح تحقيق جدي بالنسبة لهذه المسألة وتقوم بالتتبعات القضائية اللازمة، لأننا في نفس الوقت يمكن أن نعبر على الاستنكار وعلى الغضب، لكن لا بد أن نبقى متشبثين بدولة القانون وأن تقوم الحكومة بكل الإجراءات اللازمة حتى لا يبقى هذا الاعتداء الآثم على رمزنا، على عالمنا بدون عقاب. هذايا فهالجلسة هذه اقترحها ليكم كونه يصدر بيان من جلستنا، نقترحها ليكم كونه هالبيان هذايا باش يكون واضح، لأن الأفكار ما ظهر ليش فيها اختلاف. يجتمع رؤساء الكتل لمدة نصف ساعة ويتفقوا على النص بنفسه، لكن الجلسة هذه وحضوركم هو إشارة واضحة إلى أن فما أشياء لا يمكن تحملها، وكذلك ربما إشارة إلى أن المؤسسات العمومية وخاصة المؤسسة التربوية تحتاج إلى حماية خاصة لما ترمز إليه وللمصلحة الوطنية التي هي في خدمتها. يعني لابد من إجراءات عاجلة وحازمة حتى نتفادى الانزلاق اللي قاعدين نشوفه فيه يعني منذ أشهر. و باسم احترام الرأي والرأي الآخر، باسم تشبثنا باحترام هذه الحرية التي هي تشكل مكسب أساسي لثورتنا، يعني ربما تغافلنا أكثر من اللزوم على بعض التجاوزات واعتبرناها يعني عمليات طيش يمكن محاصرتها بمجرد الحوار وبفتح قنوات الحديث والحوار والنقاش. هذا اللي علاش حبيت نجلسوا معناتها بعد هالجلسة الاستثنائية. والمقترح متاعي وأن السادة رؤساء الكتل يجتمعوا ويصدروا بيان باسم المجلس، خاصة وأن في المسألة هذه في رأيي أنا ما نتصورش كونه عنا اختلاف في التقييم أو اختلاف فيما يخص المقترحات التي ستصدر من هذا المجلس الكريم.